السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده معانا اخبار مفرحه جدا جدا عن الفنانه دلال عبد العزيز، وموعد خلاص خروجها من المستشفى قريبا. هقول لحضراتكم التفاصيل ومعرفتها كمان بوفاه زوجها وتقبلها الامر بصدر رحب، الحمد لله. يعني كل التفاصيل اللي عرفوها معايا في نهايه الفيديو، وهنبدا الفيديو طبعا بالفنانه عايده عبد العزيز وكلمات مؤلمه جدا عنها من ابنها الوحيد. هنشوف كل التفاصيل، ومعايا كمان خبر هتابعوه معايا خلال الفيديو. بس ان شاء الله كله باختصار، نصلي في البداية على رسولنا عليه افضل الصلاة والسلام ونوحد الله. محدش بيسأل عليها، كانت كلمات بسيطة جدا لكنها كانت مؤلمة، قالها ابن الفنانة الكبيرة عايدة عبد العزيز. في البداية في ناس كتير أول ما بتشوف عايدة عبد العزيز بتقول دي كومبارس، يعني ما تستحقش نتابعها أو نعرف أخبارها. لا يا جماعة، هي من زمن الفن الجميل، أيام ما كان في فن محترم، ما كانش فيه ابتذال، لازم نسأل عليهم ولازم نراعيهم. حتى النقابة وكل الفنانين متجاهلينها تماما، وبيقولوا هو حد كان عارفها، الناس فاكرها ماتت أصلا. كلام بيوجع صدقوني حتى أبنائها. الفنانة اللي بتستحق كل التقدير والتكريم والسؤال عنها باستمرار طبعا أمتعتنا بفن محترم وأدوار متعددة. طبعا هي حاليا يا جماعة مصابة بالزهايمر وتعبانة جدا جدا، وهي فاكرة بس الحاجات اللي حدثت زمان أيام ما كانت في بدايتها، إنما الأحداث القريبة بتنساها على طول. وابنها بيقول هي بقت زي الطفلة، وكمان بيقول نفسي الفنانين يجوا يسألوا عليها، يذكروها بالحاجات اللي كانت بتمثلها او اي كلام علشان معنوياتها وحالتها النفسية ترتفع، لانها في انحطاط شديد جدا وفي تدهور مستمر. وابنها حزين جدا على حالة والدته، مهما كانت الست كبيرة او صغيرة صدقوني هي في النهاية ام. هي من مواليد طبعا 27 اكتوبر عام 1936، لها اعمال كتيرة جدا جدا، يوميات ونيس والفرار من الحب وضمير ابلة حكمة وحاجات كتيرة. عشان ما نطولش على حضراتكم، بتمنى طبعا يكون في اهتمام شوية من نقابة المهن التمثيلية ومن بعض الفنانين الكبار اللي المفروض يسألوا عليها. طبعا أدوارها في السينما والمسرح والتلفزيون والإذاعة، ربنا طبعا يهون عليها، هي اللي بتعانيه هي وكل مريض يتألم يا رب العالمين. بنسبة بقى المرض، وان في ناس كتير طبعا موجوعة وفي ناس كتير مهتمية باخبار يعني الجميلة المحترمة جدا جدا الاعلامية ايمان الحصري الشابة، هقول لحضراتكم يعني تطورات حالتها الصحية من غير اي مناسبة كده، هو دي حاجة بتيجي من عند ربنا. مرة واحدة ايمان الحصري بتطلع من عملية لعملية، ايمان الحصري بتستعد حاليا للسفر للخارج، وهي قاضي الطبيب الجراح المتسبب في الكارثة الطبية ليها، بسبب طبعا قالت مصادر مقربة منها بأنها تستعد للسفر قريبا إلى خارج مصر، وذلك لاستكمال رحلة علاجها بعد تدهور حالتها الصحية مؤخرا، يعني بعد إجراء عملية جراحية. في ناس قالت أنها كانت بتعمل عملية تجميل، ولكن يا جماعة المصادر المقربة قالت لأ، مش عملية تجميل ولا حاجة، هي بعض المشاكل الصحية. طبعا الكارثة الطبية كانت من بداية الأمر بعد حدوث مضاعفات مؤسفة نتجت عنه، ده طبعا فضلت موجودة في المستشفى وخضعت لعدة عمليات جراحية في محاولات طبية كتيرة لتلافي الأضرار الناتجة عن العملية الجراحية الأولى. طبعا في وقت من كام يوم أسرتها عبر حسابها الرسمي على فيسبوك طلبت ليها بالشفاء، وقالت نسألكم الدعاء بالشفاء العاجل إلى الإعلامية القديرة إيمان الحصري، حيث أنها أجرت عملية جراحية منذ أسبوعين، الأمر الذي ترتب عليه حدوث مضاعفات نتجت عنها ضرورة المكوث في المستشفى والخضوع لعدة عمليات جراحية أخرى في محاولات طبية يعني عشان يتفادوا الأضرار الناتجة منها. حالتها طبعا صعبة جدا، وربنا يا رب يشفيها. هي آخر حلقة ظهرت فيها كانت من أكتر من شهرين أو 3 شهور، ومن بعدها اختفت تماما. ادعوا لها بالشفاء هي وكل مرضانا بإذن الله.
هدخل معاكم بقى في الأخبار يعني الحلوة. يعني دايما بقول لك تفائلوا بالخير تجدوه، بلاش كل ما نجيب سيرة دلال عبد العزيز نقول تدهور وفاة الكلام ده، لا يا جماعة، حالة دلال عبد العزيز بقدرة ربنا والحمد لله بدأت في الاستقرار، هنقول بدأت استقرار ومن ثم إن شاء الله تحسن، والتحسن هنكون ملحوظ خلال الأيام اللي جاي، خصوصا بعد مرورها بأكبر عقبة في حياتها وهي معرفتها وتقبلها بوفاة زوجها سمير غانم. عرفت ازاي؟ عرفت عن طريق إلهام شاهين، يعني عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. طبعا في البدايه كلنا لومنا على إلهام شاهين انها قالت لدلال عبد العزيز على وفاه زوجها. بالمناسبه يا جماعه هي قالت لها راحت تزورها عادي، وهم نقلوها من غرفه لغرفه، والغرفه الجديده ما كانش مكتوب عليها المريضه لا تعلم شيء عن وفاه زوجها، ده كان على الغرفه الاولى، وسهوا نسيوا يكتبوها تاني على الغرفه الثانيه. قعدت معاها إلهام شاهين وقالت لها لو سمير موجود كان زمانه أول واحد قعد بيكي، هو من الناس اللي كانت بتعزك قوي، وده كان بيحكيه حتى من وراكي، ربنا يرحمه. وفضلت تتكلم كده، انهارت دلال عبد العزيز، وبعد كده بناتها دخلوا وقالوا احنا خبينا عليكي، خف عليكي يا ماما، ولازم تستوعبي الأمر علشان احنا محتاجينك جدا جدا. وكمان قالوا هي قالت ليهم بعد في البداية انهارت طبعا، وده زوجها يا جماعة ورفيق عمرها وطبيعي انها تحزن عليه، يعني ده قصة حب كبيرة جدا. قعدت بالظبط امبارح في غيبوبة كام ساعة، وبعد كده فاقت من الغيبوبة بنفس طيبة خالص، ونادت لبناتها، وده كلام احدى الممرضات، وقعدت بناتها الاتنين جنبها على السرير، وهي اللي كانت بتصبرهم وبتقول لك كل اجل كتاب والحمد لله على كل حاجة ربنا يجيبها، وانا راضية وحمدة، انا بس نفسي اقوم من مكاني عشان عايزة اروح بيتي، عايزة اروح البيت اللي جماعة بيه بحب العمر كله. وقالت كلام كتير، يمكن الممرضة نفسها ما قالتش كل التفاصيل لأن اللحظات دي كانت مؤثرة جدا جدا. الحمد لله لما الأمور دي عدت الأطباء حددوا إن خلال 48 ساعة بإذن الله هترجع بيتها هي وبناتها، ولكن إن يعني إن شاء الله إن شاء الله ما يحصلش أي مكروه، يعني نتمنى من الله إن الأمور تعدي على سلام خلال 48 ساعة اللي جاي. هي بس دلوقتي بتعاني الأعراض ما بعد كورونا، وحتى كورونا يا جماعة احنا عارفين إن بعد ما بتخف منها بيحصل بعض المشاكل، خصوصا انها بتعاني طبعا من نقص كبير في الاكسجين وتليف في الرئه، واكتشفوا كمان خلال فتره تواجدها في المستشفى انها عندها السكر، وكل شويه كانت بتدخل في غيبوبه سكر. انما في الوقت اللي بكلم فيه حضراتكم لله الحمد بدات تفوق وبتتكلم ومتقبله الامر، وبقت بس دخلوا لها تلفزيون معاها وبعض الحاجات البسيطه في غرفه العنايه الجديده. ادعوا لها لو سمحتم، ادعوا لها كتير، وادعوا لكل المرضى وكلها ربنا يشفيها كده ويعم الخير والأمان والسلام في بلادنا بإذن الله. شكرا جدا، استنوا الجديد، سلام عليكم.